مما يجب أن ينضبط بها الإنسان، أنه لا يجهد نفسه، لأن هذا كله كما سمعنا من الأطباء وعلى أرض الواقع يؤول بالإنسان إلى الهرم المبكر أو إتلاف الأعضاء. فالإجهاد يترتب عليه مفاسد، لكن مع المستقبل، انظر إلى المهندسين، انظر إلى العمال، انظر إلى الذين يشتغلون مثلا على الهواتف وعلى الأجهزة، إجهاد إجهاد. الآن هو ليس عنده ضرر، لكن في بعد فترة تتراوح، كل إنسان بحسب قوة جسمه. لأن تسمع كثيرا أن هذا الإنسان صار معه ديسكات، هذا الإنسان صار معه كذا، وهذا صار معه كذا بسبب إجهاده. فلا يعني أنك الآن بصحة جيدة وإجهادك لهذه الأعضاء بأن هذا أمر صحيح، كله سيظهر مع الأيام.